مساكم الله بالخير والعافية، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأسبوع الرياضي. بالتأكيد ما زالت متابعتنا مستمرة لأهم أحداث الساحة الرياضية، وفي حلقتنا لهذا اليوم سنسلط الضوء على العديد من المحاور الهامة، وصولا إلى المحور الرئيسي لحلقتنا اللي يتعلق بمجال الاستثمار بالأندية والواقع المرير اللي تعانيه، وكثير من الأندية اليوم تعاني من الإفلاس صراحة باعتبار اعتمادها على مصادر تمويل حكومية. قبل ذلك لابد لي من الترحيب بضيف البرنامج الدولي السابق ونجم الكرة العراقية والزورائية الكابتن كريم صدام. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ مناظر، الله يبارك فيك. مسرورين بحضورك وتلبيتك دعوتنا كابتن، وهو الحضور الأول في برنامج الأسبوع الرياضي. أنا سعيد جدا أكون وياك في البرنامج. الله يبارك فيك كابتن. اليوم عندنا متابعات قبل أن نصل إلى محور الحلقة الرئيسي مثل ما نوهت للجماهير الرياضية. بداية منتخبنا الوطني يخرج خالي الوفاض من نهائيات أمم آسيا، طبعا المنتخب الأولمبي، واليوم الجماهير الرياضية أغلبها تطلق مصطلح المنتخب الوطني لأن أغلب اللاعبين هم يمثلون المنتخب الوطني. يوم أمس كانت خسارة مدوية لمنتخبنا الأولمبي أمام المنتخب الفيتنامي بركلات الجزاء الترجيحية، غادرنا على أثرها بطولة آسيا. لنتابع معلومات عن ست أسئلة جاوب بأربعة، ثقافة بشار رسك كانت عالية في الحديث عن فيتنام. خطيرة، الله، احذروا أبو الأحمر بيكوين كونغ فونغ يفتتح أول أهداف التنين الذهبي في مباراة الليلة. ذلك عدم الاستعجال في إطلاق الأحكام. فيتنام اللعبة الكرة عكسية صافرة، ركلة جزاء صافرة كريستوفر بيث تحتسب ركلة جزاء لصالح المنتخب العراقي. نعم، أيمن حسين يتحصل على ركلة جزاء للمنتخب العراقي، وبوي تين دونغ يتقدم. جول! لا تعاندون الأولاد، التام يا رفتام أمام كوريا الجنوبية، وهدف الانتصار أمام استراليا. لعبة الركنية بالرأس، جول جول جول! يا كبير يا بكر كوك، أيمن حسين أحرز الهدف الثاني. نعم، هو الهداف، تاريخك يهز دنيا للمنتخب الفيتنامي. كرة عكسية داخل المنطقة، أحمد باسل تفلت الكرة، خطيرة، المرمى خالي، ممكن جول جول! التعادل من نجم هذه المباراة، نجم هذه المباراة. طيب البطولة يقول بأنه فريق لا يستسلم أبدا. اللعبة ما الذي يحدث؟ هل تصدقون ما أشاهده حاليا؟ فيتنام صارت ثلاثة، قررت مفاجأة الجميع. لعب سريع، كرة هنا أخرى هناك، فيتنام تبحث عن حسم الأمور، العراق على التعادل، على أمهاوي، شوت على حطها، جول 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 جول! عودة الأسود إلى أرضية الميدان. عراقي ما يقعد براحة، يقلبها بغيرة الساعة. نام نام على علي مهاوي، شاتها في الكرة الماضية، حطها في التسعين، عادت العراق إلى المباراة. تقدم والركلة الأولى للمنتخب الفيتنامي. بشار قدم قدم، يا بشار قدم ويسجل، يسجل للمنتخب الفيتنامي. ايمن ايمن يسجل، اللعب راحت واضحة على اليمين، يسجل الركلة الثالثة. يلا يا علاء، علاء يسجل، علاء
يسجل ويسجل إذا سجل يلا وين يا أحمد ضاعت. مبروك لمنتخب فيتنام، هذه كرة مرتدة، هذه كرة مرتدة، مبروك لمنتخب فيتنام. كابتن تقييمك المشاركة منتخبنا الأولمبي، احنا نقول المنتخب الوطني، واغلب الجماهير الرياضية صر على مصطلح المنتخب الوطني مثل ما شاهدت تحدثت بالبداية، اغلب لاعبي المنتخب الأولمبي هم لاعبي المنتخب الوطني صراحة في هذه البطولة. بالبداية ودي اقدم لك الشكر والتقدير على الاستضافة من حضرتك. فعلا يعني اشوف هي التجربة كتجربة تؤخذ بمجموعة حقيقة، تاخذ شقين، شق إدارة وشق فني. الشق الفني يعني ككابتن غني الشهد، نتحدث ككابتن غني الشهد، انه رجل يقول لك تجينا اوراق تجينا اعمار وفق المنطق، انا ارد انجح بهذه المهمه، ارد انجح سواء كان لاعب منتخب اولمبي وسواء كان لاعب منتخب شباب. الشق الاداري اللي حقيقه الاتحاد اكد عليه وما نفذ مع الاسف، يعني انه كان اكو شرط من الشروط انه اي لاعب منتخب وطني ما يصير لاعب منتخب اولمبي. الاتحاد هنا ما كان يعني كان قوي بتعامله مع الكابتن غني، انا يعني مو بشخص كابتن غني، المهم المفروض كان اخوان اعضاء الاتحاد يخلون شروط من يخلون الكابتن مناظر مدرب منتخب اولمبي، عندك اكو بعض النقاط اللي تنفذها انه اي لاعب المنتخب الوطني ما يرشح للاولمبي. احنا بهذه التجربه الحقيقه يعني فشلنا بنجي للمنتخب الوطني، احنا المفروض اللاعبين المنتخب مثل ما قلت حضرتك يبقون بالمنتخب الوطني، نعطي فرص للاخرين. لاعبين كثيرين عندنا لاعبين جيدين ممكن ياخذون فرصتهم، لربما يكونون افضل من لاعبين المنتخب الوطني لو اعطوا فرصه حقيقيه وتدربوا بشكل صح ونطوي الثقه، لربما يكون جيل رديف للمنتخب الوطني. لا احنا فشلنا بالتجربتين، يعني حتى كمسابقه صدرنا او بنينا جيل اخر، يعني لا حققنا نتيجه، ما توفق في بطولة، هي بطولات بالضبط. تجريبية أصلا هذه البطولات تنشيطية، هو هنا يبقى قرار الاتحاد ولا بنينا جيل نعتمد عليه، لو لاعبين ثلاثة يدعمون المنتخب الوطني الأول كلش كافي. هو كابتن هي شنو الفائدة؟ ليش هو خلوه أولمبي؟ ليش خلوه مثلا منتخب شباب أو ناشئين؟ حتى تردف الفريق الأول، الفريق الأول مفتوح لكل الأطراف. المشكلة احنا تخطيطنا ما يكون بهذا الاتجاه، أنه أي مدرب يعني، وهذا حق مشروع، يعني انا الكابتن غني الشهد او حتى اي واحد تكون عنده مهمه المنتخب الوطني من حقه يستقطب اي لاعب ينجح بهذه المهمه. يعني والدليل انه شوف احنا تعاملنا مع المدرب مع الاسف فعل ورد فعل. يعني حسب ما عرفنا من خلال الاعلام انه ربما الكابتن ما يكمل مع المنتخب الوطني لان فشل في هذه المهمه. كاتحاد المفروض مثلا تكون تعاقدكم مع المدربين لمده 3 سنوات 4 سنوات وبغض النظر عن النتائج منتخبات يعني الفئويه، على الاقل تطلع انت تبني لك جيل اخر كتخطيط. احنا ما نحمل حقيقه المدربين هذه المسؤوليه بقدر ما نحمل الاتحاد، لانه تخطيطه يعني ما عنده خطط استراتيجيه قصيره وبعيده المدى، وهذا يحسب على شنو الاتحاد يبحث عن نتائج يعني ولا شنو؟ صراحه ما تعرف يعني هم كلهم اخواننا واصدقائنا، احنا دائما نتحدث في هذا الموضوع انه ما عندهم مثل خطط استراتيجيه بعيده وقصيره المدى. بعيده المدى انا مثلا اهتم في منتخب الاشباب والناشئين حتى ابنيهم للتصفيات مثلا اخرى الاولمبي، الشباب عندي لازم هدف من عد هذا المدرب، نجيب المدرب ما اخليه في السنه وسنتين، انطيه فتره زمنيه طويله بحيث ممكن يجي له وجوه جديده. احنا كشارع رياضي شو هسه حضرتك انت حضرتك هاي النقمة على الكابتن غني او على الاولمبي بصوره عامه، لانه ما كان اكو بها بعد تخطيط استراتيجي. انت هسه مثل ما قلت حضرتك لو اكو فد لاعبين اثنين ثلاثه بارزت لنا هذه البطوله وخسرانين، بالعكس يقول عندنا ربحنا، خسرنا بطوله بس ربحنا لاعبين. بهذه التجربه ما كانت اكو فرصه للاعبين، مثلا احنا كنا نعول على بايش ابراهيم بايش يكون يعني فد اسم زين. ما كان بذاك المستوى اللي ممكن ياهله انت كمتابع رياضي تقول ممكن يكون مثل المنتخب الوطني. كذلك الاخطاء الفرديه اللي وقع بها من الحارس المرمى الى كل الخطوط، كنا يعني ما موفقين بحيث نرسم او نخطط لجيل مستقبل ممكن يكون رديف ترجع للوطني للاولمبي. هو طموح اللاعب كابتن شنو طموح اللاعب؟ احنا مرينا بهذه التجربه. يعني دائما احنا كنا بالاول نباتي الفريق الرديف، تحس انه انت غير مرغوب بيك او وضعك غير جيد، فيكون نفسيتك دائما تكون يعني مو وضعها الطبيعي، ادائك تحس انه انت متمكن خلاص، يعني حتى ما تقعد باللعب لانه جيت من الاعلى للادنى.
نعم. تشوف نفسك انت اكبر من اللاعب الاخرين، ينقتل طموحك تفسك. وهذا المشكله يعني دائما تشوف اكثر من اللاعبين يحس انه من رجع للادنى ما راح يقدم نفس المستوى من يكون في الفريق الاول. نعم. رساله اخيره بشان المنتخبات السنيه والفئويه توجهها لاتحاد الكره. والله احنا يعني كل الشارع الرياضي يوجه نعم. هذا الموضوع انه نبتعد عن التلاعب بالاعمار، تكون عندنا خطط بعيده المدى، نستقطب مدربين بحيث عندهم رؤيه مستقبليه، بان نستقطب مدرب اهدافك لمده سنه سنتين ثلاثه، واصبر على المدرب واصبر على اللاعب حتى تطلع عندنا نتائج ايجابيه. يعني تقصد اكو تلاعب بالاعمار موجود؟ مع الاسف صراحه، مع الاسف موجود، اكو هذا الموضوع موجود. مع الاسف انت اقرب بالموضوع. كابتن خلينا ننتقل للملف الآخر وهو ديربي العاصمة بين الزوراء والشرطة واللي انتهى بالتعادل الإيجابي واللي رافقته بعد المباراة بعد بعض الأحداث السلبية مع كل الأسف. لنتابع. تعليمات أيوب مستمرة وكرة مخالفة، علي فاز يلعب الكرة في العمق، توصل جول. حسين الجويد، جويد على تنفيذ التماس، جويد يلعب كرة طويلة على مستوى القائم الأول مبعدة من دفاعات الشرطة، كرة أحمد فاضل تصل إلى أمير، أمير أمير استلام بدوران، أكوتي في الدفاع، وكرة الهدف، كرة الهدف، كرة الهدف، كرة الهدف، كرة الهدف. الشرطاوي الآن يضع كرة جميلة في الشباك للشرطاوية، هي الإعادة، كرة الهدف، تعادت أمام كلف، كلف لا يكذب خبر، كلف يحرك الشباك الشرطاوية يعلن عن هدف التعديل. إذن للزوراء يرفض الخسارة وجماهير الزوراء تهز أركان استاد الشعب. كرة جميلة كابتن، تقييمك لهذه المباراة أولا من الناحية الفنية على وجه السرعة، ومن ثم بعض الأحداث راح نتحدث عنها السلبية اللي والله هو كان عرض كرة. حقيقة أنا كنت سعيد جدا، كنت متواجد بالملعب، سعيد جدا وجود هذا الجمهور، وجود مشجعين محبين، يعني صار فترة طويلة بنشوف يعني اكو جماهير، يعني كذا مباراة، يمكن اخر مباراة كانت الجوية والزوراء، وشفنا اكو يعني توقف بطولة الخليج اثر بشكل او باخر على، فكانت المباراة مشدودة فنيا بحيث ما ارتقت الى مستوى، بس كعرس كروي انا كنت سعيد جدا الموجودين. اضافت حلاوة للمباراة الاهداف، يعني سجلت اهداف، اهداف رائعة جدا، وهنا سجل هدف رائع جدا كرة على الطيار، كذلك تسجيل كلف بالوقت القاتل بهكذا وقت، يعني وتعرف التعامل بحقيقة برقي كلف انه فريق السابق ما احتفل، وهذا رسائل كثير نستفاد منها كشارع رياضة وكمحبين للرياضة. فاعتبر مباراة لربما توقف بذاكرة الجمهور لفترات طويلة، لانهم قدموا الفريقين مو بمستوى العالي الفني، بس قدموا شيء ممكن يبقى في ذاكرة العالم كأخلاق، كالتزام بالمباراة، ما شفنا اكو شد بالموضوع، لكن صراع بدني كان كبير على الكرة يعني، وهذا قلل من جانب المهاري بالمباراة. ما اخفيك سر يعني، بس موضوع كان الحكم رائع جدا، كان ضرب، بس كثرة الصافرة كانت، توقف المباراة كثير من الاوقات اثر بشكل او باخر على المباراة، تعرف الحكم يمشي كثير من الحالات يكون ايجابي فتره المباراه هذه، فتره صافره بالضبط يعني. نعم. هو شوف المباراه كانت حساسه، كل الفريقين حضور جماهيري متميز، فاكيد راح ينعكس الشد العصب على الجميع، على الحكم، على المراقبين، على اللاعبين، فاكيد اثر بشكل او باخر على المستوى الفني. فنيا اذا ردنا نقارنها بالمباريات السابقه ايام زمان، ايام كريم صدام، بقيه النجوم صراحه لا اكيد تختلف، لا كل شيء بزمانه وبوقته بنجوميته. يا ربما هي ذكر مثل ما قلت حضرتك، كنا احنا نفس الشيء، الزوراء
والشرطه كنا فريقين متصدرين الدوري اتذكر. نعم. وكذلك ساعتها المباراه بهذا بهذا الشكل، هذا الحضور الجماهيري. الحضور استاذ زيد موجود عندك هذه المباراه استاذ زيد؟ فكانت مهمه. يعني نعم. حقيقه اعرض لنا الهدف الجميل للكابتن كريم صدام، نريد نتحدث على هذا الهدف وعن الاحداث اللي تلت. الله يبارك فيك. نعم. شاهد يا كابتن، حلو يعني ذكرى حلوه. عندك صوت؟ ممكن تعطينا صوت للزوراء كريم صدام في كره جميله الى اعلى الزاويه وعلى يسار عماد هاشم بالدقيقه 20 من الشوط الثاني، وهذه عاده ضربه ممتازه الى اعلى الزاويه وعلى يسار عماد هاشم. كريم صدام يسجل الهدف الاول في المباراه في الدقيقه 20. إذا تحدثنا عن هذا الهدف أنا أشوفه أجمل من أهداف المباراة. لا هو جميل حقيقة، هدف جميل يعني. شوف أمام عماد هاشم قامة فنية عملاق. وكان من بطل الساحة هو، يعني طلع كرات كلش خطرة بهذه المباريات. فأكيد أنت أمام هكذا جمهور، 90 جمهور، أكيد أنت محظوظ. فالحمد لله محظوظ. بعد الهدف جاي بعد أن طلعت الإمارات بال 85 من تصفيات كأس العالم. أيوه يعني شوف أكو نقطة جدا مهمة عند المهاجم، لربما أنت تترجم جهود فريقك إلى هدف، وفقط تبقى أنت في ذاكرة الجمهور. يعني شوف هاي المباراة مؤثرة وش قد لاعبين لعبوا، يبقى اللي يسجل هدف يبقى في ذاكرة الناس. كابتن، الجمهور علامة مضيئة بالمباراة. أكيد. شوف هذا الحضور الجماهيري. صح. كان أكثر من مباراة يوم أمس في مباراتكم. صح. مو صحيح؟ صح. لكن انتهت المباراة حبية سلمية، ماكو أي مشكلة. برد وسلام. نعم. يوم أمس حالة جديدة على الملاعب العراقية. بعد انتهاء المباراة الكل يعرف موضوع إطلاق العيارات النارية اللي صار على حافلة نادي الزوراء. والله مع الأسف يعني مثل ما قلت حضرتك أنه توصل الكرة لهذه المرحلة يعني. نعم. أنا مستفسر كيف دخل هذا السلاح إلى ملعب الشعب، وهكذا عندنا قوات أمنية وحضور، حتى كان السيد وزير الداخلية كان حاضر بالمباريات يعني بالشوط. نعم. الأول كان حاضر الرجل، واتخذ إجراء الرجل في حينها أمر بإلقاء القبض على اللي أكيد هو أطلق العيارات النارية وإيداع التوقيف. هو عمل مشين يعني بأي شكل بالمناسبة، والرجل يقول أنا زورائي. هو السيد الوزير غير هو زوراء الرجل. مع الأسف هي الرياضة رسالة محبة وسلام. أنا كنت سعيد جدا شوف هكذا جمهور يشجع محب. أنت كمتابع أو مهتم بالشارع الرياضي، مثل ما قلت حضرتك الجمهور هو 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 ملح المباريات. اكيد الجمهور هكذا جمهور. أكيد. ومحب ويشجع بغض النظر عن نوع التشجيع. احيانا البعض يسيء التشجيع للطرف الاخر، بس انت كرياضي تحس انه ملح المباريات هو هذا الجمهور. الجمهور فهي الاساءه مع الاسف احنا كنا اكيد كنا ندينها ونشجبها ونتمنى انه ما تكرر ان شاء الله. الزوراء دائما مستهدفين، مره لافتات تدخل موسيقى نادي الزوراء، هالمره تطور ويقول لك شلون المثل، ما رضى بجزر رضى بجزر خرب. زين، مرة تدخل لافتات، هالمرة شو دخل سلاح، الله يسر. لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يعني لازم تكون اجراءات صارمة المفروض يعني. وصار صلح وتراضي بين الادارتين، ناس متفاهمين كمسؤولين. ماكو خلاف يعني، ماكو خلاف. انا لعبت بالشرطة واعرف ادارة الشرطة واعرف جمهور الشرطة واعي ومثقف ومحب للرياضة حقيقة. والشرطة من يتعافى، شوف لربما جمهور يضاهي جمهور الزوراء من يتعافى. نعم. دائما. نعم. كنا ندرب مع الكابتن احمد راضي وشاكر محمود، من كنا نفوز كان الملعب يكون فل، لان النتائج. نعم. كانت ايجابيه، فجمهور الزوراء جمهور متقاربين جدا على بعض بالتواصل بالتشجيع. نتمنى انه ما تكرر هاي الحاله ان شاء الله على المستقبل. شنو الضمان؟ والله هذا جانب اداري وجانب امني يعني. جانب القانون. الرادع القانوني. أكيد أكيد. اليوم الصلح ما يكفي كابتن، اليوم الإساءات جاي تتكرر إذا بالصلح وانتهت، لو أنت مع تطبيق القانون في هكذا حالات صراحة. أنا أتوقع يعني بالإضافة للقانون أتوقع إدارة الشرطة ما راح تبقى ساكتة على هالموضوع، أكيد راح يكون رأي أو قرار بموضوع الإخوان اللي تجاوزوا على الفريقين. أكيد والقانون ياخذ مجرى المفروض. وهي يعني إساءة للكرة العراقية. وهنا على مقبلين على رفع حظر الكرة العراقية، فأكيد هاي أي
اي باص يوصل للاتحاد الدولي الاسيوي والعربي، تقويض لكل الجهود اليوم اللي جاي تبذلها وزاره الشباب واولمبيه، وزاره الشباب نجوم كره. صحيح، انتم ساهمتوا ايضا بكرنفال كبير. من شرف والله نساهمينه. حرام طالع الحصار طالع على الكره العراقيه، نتمنى بس رواقه ترفع حقيقه ان شاء الله، ونبتعد عن هذه الحالات اللي بعيده عن الرياضه ولا تمثل الخلق الرياضي بسلا صراحه. مع الاسف ان شاء الله قلت لك صرت اخر مره، مثل ما قلت حضرتك يجب ان يكون قرار رادع من قبل الاتحاد ومن قبل الحكومه يعني وزاره الداخليه، يجب أن انه اذا يكرر هالوضع اكو عقوبات، يعني عقوبات مدنيه. قضاء موجود وقانون عقوبات موجود. مدنيه صح؟ اكيد اكيد. نعم اكيد. كابتن ننتقل لمحور حلقتنا الرئيسي، المحور الرئيسي اليوم راح يكون عن موضوع الاستثمار، واقع الاستثمار المرير في انديتنا. أندية عديدة تعاني من الإفلاس مثل نادي الطلبة، النجف وغيرها من الأندية، مصادر كربلاء، مصادر التمويل محدودة ومعروفة، وتمويل حكومي تعتمد على الوزارات، المؤسسات الحكومية، مجالس المحافظات، وهذه مشكلة كبيرة. كابتن خلينا نتحدث عن هذا الموضوع لكن بعد هذا التقرير. ليست وسيلة للترفيه فحسب، وإنما أصبحت ركنا مهما في مجال الاقتصاد. إنه عالم الرياضة، حيث تجد الأندية العالمية معتمدة على المشاريع الاستثمارية التي تدر عليها مبالغ مالية هائلة سنويا من أجل الاستقرار الاقتصادي والنهوض بواقع منشآتها الرياضية. ومع كل هذا تجد علامة فارقة في الأندية الرياضية العراقية المعتمدة على الدعم الحكومي غير الكافي الذي يجعل ميزانيتها في عجز وقلق دائم نتيجة عزوفها الاعتمادي على القطاع الاستثماري الخاص والتسويق الذي يعد موردا ماديا مهما لميزانية النادي وازدهاره اقتصاديا. على عباس بطريقة جميلة، الله على كرة الهدف، علاء عباس يسجل هدف من الأهداف الجميلة، هدف من الأهداف الرائعة بهذه الطريقة بهذه الصورة. هنا كرة باسم والمدافع الله إياه. حيث أصبح عالم كرة القدم فضاء مفتوحا للاحتراف والمال والشهرة، كما فرضت على الفرد أن يخصص مبالغ مالية للاشتراك في الصحف الرياضية وقنوات المشاهدة التلفزيونية، بالإضافة إلى شراء الملابس والمعدات الرياضية، حيث تحقق أرباحا مغرية للنادي، وأيضا تعتبر طريقا للإصلاح الاقتصادي الذي يحرك عجلة تطور البلد. خطيرة خطيرة خطيرة، غير معقول غير معقول غير معقول، هذا نوع من الجنون. أغلب الأندية العراقية تكون تابعة لمؤسسات حكومية وتعد إداريا مرتبطة بها، إضافة إلى أن عقود اللاعبين عالية الكلفة تدفع من خلال تلك المؤسسات، وفي الوقت الذي تشكو فيه الأندية من ميزانياتها وتعزو الأسباب إنها مادية، فيما تذهب أغلب أموالها إلى عقود اللاعبين، وهذا الأمر يطرح تساؤلات عدة. مع كل هذه المبالغ المالية العالية والعقود التي تهلك ميزانية الأندية، لماذا تغيب أعمال الصيانة والتأهيل لتكون الأندية العراقية ملاعب خاصة أو ملاعب تضاهي العربية منها على الأقل؟ وأما على صعيد الشركات الخاصة التي كانت تدخل كراع للفرق أو البطولات، بدأت اليوم تغيب حتى وصلت في بعض الأندية منعدمة وفق المراقبين الذين رجحوا غيابها لعدم نقد المباريات تلفزيونيا وغياب تسويقها الخاص. مؤيد لعيب، مؤيد يتقدم وبالتالي كرة لا زالت خطيرة، مؤيد وهدف ثاني فرحان، هدف ثاني نفط الوسط، يستحق نفط الوسط تسجيل. لبرنامج الأسبوع الرياضي عبد الله غسان. فرحان هو من يسجل هدف ثاني لمصلحة نفط الوسط. شكرا للزملاء ووديع وسيف علي وعبد الله غسان على هذا التقرير. كابتن، الأندية العالمية مثل ما شاهدت بالتقرير
اليوم تعتمد على مصادر استثمار، اللاعب بحد ذاته صار استثمار غير من الأمور. احنا ما زلنا نعاني، نعتمد على المؤسسات الحكومية، وهذا التخلف حقيقة. احنا اذا ردنا نفكر بهذه الطريقة مثل وقت حضرتك ما راح تطور رياضة العراقية. والدليل انه شوف الشروط الاسيوية اذا نفذت على الكرة العراقية لربما انه خطوة نحو الامام. من ضمن الشروط انه يجب ان يكون عندك ملعب، يجب ان يكون عندك رصيد مالي، عندك عملية احترافية بهذا الموضوع. لربما يطلع النادي هو الرابح ليس الخاسر بهذا الموضوع. نعم. لو سلك هذا الطرق حقيقة السبونسر الاعلانات. نعم. الملابس مثل ما غطى الاخ بالتقرير كان تقرير. نعم. وافي وحقيقة وشخص كل الامور. النقل التلفزيوني، شوف الدوري الانجليزي يعتمد على النقل التلفزيوني، ملايين الدولارات ينطون للأندية وينطون للاستثمارات، كذلك دخولية الملعب، استثمار مع مثل ما قلت حضرتك من خلال المدارس الكروية، انك تعمل مدرسة كروية تستقطب لاعبين. نعم. ممكن تستفاد منهم بأثمان أقل وممكن تسوقهم للأندية الأخرى. الأخطاء النقلية حقيقة احنا بالظرف الراهن انه عقد اللاعب ده يكون سنة واحدة، وهذا. نعم. غلط. انت يجب ان تكون عقدك من تطيف 100 مليون 200 مليون وصل 400 مليون بعض اللاعبين، يعني بالضبط. انت يجب موسم واحد، وهذا موسم خطأ واحد. هنا جانب إداري يجب أن يكون هناك قوانين تحد من هذه العملية من خلال أنه أقل تعاقد مع اللاعب لو سنتين لو ثلاثة أقل، بحيث هذا ما يعتبر تدخل هذا. لا أنت مو في سبيل، يعني أنت في سبيل ترتقي بهذا الموضوع. المشكلة هذا انعكس فنيا سيء على الكرة العراقية. نعم. استقرار اللاعب في نادي راح يبدع فنيا. نعم. تنقل من لاعب من نادي إلى نادي هنا راح ينعكس سلبا على الموضوع. وكثير من اللاعبين ما نريد نجيب أسماء، اليوم تلقى بالزراعة، ثاني يوم تلقى بالجوية أو بالشرطة، هذا ما يستقر. البناء يراد له وقت. احنا مرينا بتجربة، أنا لعبت من أكثر من فريق، من استقر وضع في الزوراء صرت هداف لأكثر من موسم. نعم. عندنا لاعبين بالزوراء استقر صار هداف، ينتقل نادي آخر. كابتن عذر، أنت تدرجت يعني بالصناعة بالجيش، أحرزت يمكن لقب الدوري مع الجيش أو بالجيش وبالرشيد. وبالرشيد يعني تدرجت، لكن مثل يعني كان من السابق يعني صعب أن ينتقل اللاعب من الزوراء للجوية أو بالعكس. صراحة يعني صح هو اليوم إذا أريد عدهم اللاعبين يمكن معدودين. راضي شنيشيل كم لاعب يعني الكباتن لعبوا للنادي للفريق هناك يعني. أكو كان ظروف استثنائية. نعم. وظروف استثنائية، لكن اليوم اللاعب تشوفه بالزوراء الموسم الآخر بالجوية، وأصلا حتى بالمباراة يسجل هدف يسوي فد حركات يثير الجمهور. مع احنا أسف. يعني مع أسف. يوم امس كانت حركه جميله من الكابتن امجد كلف. بالضبط. سجل هدف وما احتفل وكذا. لا هو فريق الشرطه وتعرف الى فضل على اللاعب، قلت لك تعامل باحترافيه بخلق عالي، والدليل انه جمهور الشرطه استجاب لهذا الموضوع. موضوع الاحتراف او موضوع الاستثمار بالانديه اذا ما تخطط الادارات. نعم. كيفيه النهوض بهذا الموضوع اعتقد هذا وضع خطا. وجود الدوله ومساعدتهم للانديه لربما هذا خطا اخر، بس احيانا كادارات ما عندها مستلزمات النجاح. يعني شنو السبب؟ وين مستلزمات النجاح؟ يعني مثلا الملعب، يعني نقلت انت المنشات الرياضيه، اليوم من اللي يسوي المنشات الرياضيه؟ هنا تلقى عليه من؟ تلقى على الدوله. ليش تلقى على الدوله؟ كمنشأ، اذا اسمح لي، اذا كمنشأ نقول مثلا الزوراء. نعم. او الطلبه او شيء، اذا الارض تملك للادارات. نعم. وانا اقول لك انت استاذ مناظر رئيس هيئه اداريه. نعم. سين. نعم. هاي الارض لك وهاي المنشأة لك، روح استثمر، تبع ما اعطيك اي مبلغ، انت تبقى انت وذكائك. انت تعتقد تنجح الاداره؟ تنجح. اذا ما تنجح الهيئه العامه تستقطب رجل اعمال، رجل. نعم. اعمال عنده فلوس يستثمر. كيف يستثمر؟ يستثمر من خلال المدارس الكرويه، من خلال نقل التلفزيون. انا مثلا ما اخليك تنقل مبارياتي انت اي محطه، اذا ما تعطيني مبلغ ما انقل لك. بس اليوم انت كنادي زوراء ما عندك ملعب بعد ما كان من ملعب الزوراء. هي شنو هي 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 مسؤوليه مشتركه بين الحكومه انا مثلا اذا من الدوله اكمل ملعب الزوراء كمثال، اكمل ملعب الزوراء كاداره تفضلوا هذا ملعبكم، انا بعد ما اعطيكم فلوس انتم عيشوا. نعم. رتبوا حالكم. مو الاداره جاءت تتجه على عقود اللاعبين، تحدثنا احنا يتعاقد ل 200 و 300 مليون، احنا ما نتحدث عن الزوراء فقط. كابتن انت المشكله ليش تعاقدوا هكذا اسعار عاليه؟ لانه جاي من الدوله مثل ما قلت حضرتك. نعم. لو اموالهم الخاصه ما تسعر فيش اسعار، كن على ثقه ما تسعر 50 مليون. نعم. لانه انت راح تطلب من جيبك الشخصي او من استثماراتك او فانت استثماراتك مثل ما قال السيد وزير الشباب، احيانا الاموال تطور بها ملعبك، تطور بها مدرجك، تطور بها لاعبيك، انت من تكون اموال شخصيه منك، متاكد كل مدربي الفئات العمريه تعطيهم اسعار اكثر
لان راح يطلع لك انتاج راح تبيع اللاعب. احنا مهملين اليوم، منو مسلط الضوء عليهم؟ وين مشاركاته؟ ايوه المشكله احنا قلت لك البناء والخطط الاستراتيجيه، يعني هسه الموضوع على اخواننا بالاتحاد. نعم. وين الدوري الفئات العمريه؟ وين دوري الدرجه الاولى؟ وين دوري الدرجه الثانيه؟ شلون انت تطلع ناشئين؟ شلون تطلع عندك شباب غير من خلال الدوريات؟ يعني هسه راح ينطلق دوري الدرجه الاولى وشاهد المباريات والملاعب الرثه، يعني صراحه ملاعب فرق شادي افضل منها. اسقاط فرض يعني. نعم. ليس الا يعني انا دربت قبل سنتين ضمن الدرجه الاولى، يعني مع جل احترامنا لكل المسميات يعني. نعم. حكام الى مشرفين الى يعني تصير مشاكل تروح تعترض على فريق اهلي يقول لك خليك خلينا نشوف النتيجه بالاخير كيف تكون وانا احل لك اياها. نعم. لان اذا في حال خروج فريقك هي المشكله انحلت، في حال خروج فريق المشكله انحلت. واذا صعدنا اثنين يصير صلح وما ادري شو، هذه الحلول الترقيعيه ما تمشينا، ما تنجحنا، احنا كل فئه يجب ان نكون نهتم بها. احنا اقترحنا على اخواننا بالاتحاد وما قبل هالاقتراح، قلنا لهم سووا اتحاد بغداد، عيدوه اتحاد بغداد. نعم. يهتم بالفئات العمريه، يهتم دوري بغداد. ما يقبلوا بهذا الموضوع. يعني احنا ما زلنا تحدثنا قبل قليل وما نريد نرجع للمنتخب الاولمب وبقيه المنتخبات، يعني احنا ما زلنا منتخباتنا كلها يسحبوها من لاعب بالفريق الاول يلعب منتخب ناشئين، شلون هاي تراهم؟ وهي هاي المشكله، انت ليش تجي المدرب لهذا؟ لان ما عنده دوري فئات عمريه، يعني هسه مثلا انت شوف مثلا اسال كابتن قحطان، كابتن فيصل، على هادي، يقول منين تجيبوا لاعبكم؟ على التوصيه حضرتك تنطيه انا انطيه، ما عندهم دوري، يعني ما يروح يشوف مباريات يعني ويستقطب لاعبين. ما حسب هذا لاعب يعني قد عمره؟ 14 سنه و15 يلعب ناشئين ويلعب بالفريق الاول. هو شوف اقول لك المدرب، احنا هم نرجع للموضوع، انا اريد انجح كمدرب، اللاعب يجيب لي ورق صح وفحص صح. يجي طرف اخر هو مقتنع بتزوير لو لا؟ انا اريد انجح. صراحه اليوم القناعه. كابتن انا المدرب اريد حتى تبغى تنجح. نعم. يجيب لك ورق صح ويجي لك فحص ماشي اي دي مالت. وين الاعتراف؟ نعم. يجيك طرف هيك ترى مزور. هذا ما دخل، انا كمسؤول ما عندي. ما عنده دليل انه هذا اللاعب عنده اشكال بعمر. نعم. فالقصد احنا نوات يعني اتذكر الله يرحمه ثامر محسن كان مدرب وكان مسؤول بالاتحاد. نعم. يجوز حاجه قبل واحكيها الان، كان هو مشرف المباريات، وقف الفريقين امامه واي واحد يعني واقف قاعد على الكرسي راسا يطلع لاعبين، اطلع انت يطلعهم. ليش؟ قال هذول برايي اعمارهم متجاوز هاي الاعمار، يطلعون. نعم. لان كان الاتحاد قوي وما حد يعترض عليه. الان اخواننا بالاتحاد اسقاط فرض، يعني حتى نوبات اخواننا المشرفين يا المشرف مو قوي، قال لك فقير هذا خلينا نعطيه تنفيذ، هذا الفقير احنا شلون راح نبني الرياضه فقير وخطيه. نعم. فمشكله يعني قلت لك اسس النجاح ما نتعامل وياها بشكل صح. مو مهنيه. اكيد مو ماكو مهني. نعم. اليوم الانديه العالميه استثمارات كثيره، مسابح طبعا، مولات، تجهيزات رياضيه، نوادي اجتماعيه. احنا وين منها؟ مو هي هاي المشكلة، قلت لك الإدارات تتحمل جزء والدولة تتحمل جزء. نعم. الدولة في سبيل يعني شوف هسه مثلا الأندية المصرية، أغلب الأندية المصرية عندهم أملاك شخصية باسم الإدارة. نعم. شوف التنافس، يعني إذا أخذت تجربة نادي الأهلي المصري مثلا، جاء الخطيب رئيس الهيئة الإدارية، رئيس مجلس إدارة، يعني شوف عنده أملاك والآن بده يسعى أنه يبني ملعب خاص بنادي الأهلي. نعم. بس شوف الهيئة العامة 4000 3000 واحد كل تساهم بدعم النادي. نعم. الكل تدفع اموال من اجل رفع شان النادي، تدفع اموال من اجل استقطاب لاعبين، وعندهم نقل تلفزيوني وعندهم دخوليات ملاعب. ايش بهياتنا العامه مفلسه؟ انت لا انت من تعمل بشكل شخصي تظل تبحث عن رجال الاعمال، مو اي هيئه عامه. نعم. تروح تستقطب رجل اعمال من اجل دعمك، سواء يعني اذا الفرق الجماهيريه، كثير من الوزراء مسؤولين محبين رجال اعمال يحبون انديه. نعم. بس احيانا يقول لك ما دا اخلي فلوس بمكانها الحقيقي. نعم. هنا تكون المشكله. راح يكون هدر عدم الثقه. عدم الثقه بين المتبرع او المؤسسه ولا الهيئه الاداريه او الهيئه العامه، هنا تكون المشكله. نعم. متى ما بنت الثقه من كل الاطراف اكيد راح تطلع محصله جيده. شو وقت تنبني هاي الثقه برايك؟ في ظل واقعنا الحالي. لها اسس حتى. نعم. تنبني شنو الاسس؟ الاسس قلت لك اذا ملكت الاراضي للانديه كابتن، اعتبرت الدوله ملكتها ووقفوا الدعم للانديه، ما راح تصير مشكله؟ شوف الهيئه الاداريه اذا ما دبرت الوضع، اكو هيئه عامه تزيح، يجي رجل اعمال يقول انا ارشح ويطي برنامج. كابتن يا اداره تم ازاحتها من 2003 لحد الان.
لان اكو سبب لان اموالها من الدوله والهيئه العامه مسيطر عليها من قبل بعض الناس، بس احيانا من تكون انت مسؤول امام الهيئه العامه بدون دعم. نعم. كثير انا متاكد كثير من الهيئه اللي راح تزاحل يقول لك انا خلاص ما اقدر اوفر اموال من اجل اقود الفريق. نعم. يجي رجل اعمال او استقطب رجل اعمال يدعمني بمشاريعه بامواله. شنو وضع هذا؟ تتعاقد وياه كشركه هو يشتري شركه مستثمار ولا اسهم؟ اسهم تنزل. نعم. اسهم يشتري اسهم هو الرجل ويساهم يعمل مدارس كرويه عنده ملعب، بس نعم. يجب ان تكون عندك بنى لوجستيه، يعني يكون لازم يكون عندك ملعب مثل خاص بالكنادي، عندك مسبح مثل ما قلت حضرتك، عندك مثلا اجور دخول الملاعب، عندك اموال من اجل النقل التلفزيوني، هذا كلها يعني مسببات تشجع راس المال يدخل على الموضوع. نوادي اجتماعيه بالضبط، تجهيزات رياضيه. اليوم انت مثلا اليوم انا من جاي اتحدث اقول كنادي الزوراء باعتبارك نعم. انت يعني موجود وكذا، يعني اليوم تجهيزات رياضيه وتخص نادي الزوراء ايش قد تتوقع جماهير؟ اكيد سبونسر. هذا يعتبر انت تدخل شعار عن ليش شعار اكثر من مره الزوراء سالت الشعارات عندهم خطوط جويه غير امور هاي ممكن تكون مبالغ عليها كابتن يعني نسبه كبيره من مبلغ التعاقد مع اللاعبين يعني ينزل الدريس مال اللاعب وتشوف يعني تشوف الانديه العالميه فعلا كونتينيو بعد موقع البرشلونه والموقع شوف الدريسات اللي نزلت وغيره ليش انت التجربه المحليه الاخ سيد عيدان اللي له فضل كبير على الكره العراقيه بايام الحصار يعني رجل ده يقول لي من كان يسوون دريس الزوراء يقول اني ابيع لكم بشكل زهيد بس يقول ايش قد ابيع نفس الدريس للمحافظات للمحلات بحيث انه يستفاد اكثر ما يستفاد من النادي هذا اعلان بشكل او باخر بالنسبه له مو صحيح؟ فعلا اليوم يعني نجوم كثر يروجون للنادي نجوم الكره الزورايه صح يا مكثركم ما شاء الله وبقيه الانديه الجويه والطلبه والشرطه والنجف وكل المحافظات الميناء صح صح لكن هذا الموضوع يراد له فد عقليه يعني صراحه احترافيه أكيد. هو شوف اهم مبدا التسويق نعم يعني مع الاسف اغلب انديتنا ما عد هذا المبدا انه كيف تتعامل مع الاموال كيف وين جاي تفكر لعب هو شوف مو انت نوبات الظرف انا احكي لك تجربه الزوره نعم تجي اموال اذا ما تنطيه للاعبين سوبر انت عندك جمهور وعندك مشكله يعني تريد انك نتائج نعم. فيجب ان تجيب لاعبين باسعار عاليه انت ما جاي تحرز الدوري كل موسم بس انت عندك حضور انا احكي لك كتجربه مثل الزوراء مثلا الهيئه الاداريه نعم. الحاليه مثل كابتن فلاح حرز الدوري مرتين حرز الدوري كاس بدورتين مرتين نعم. دوري ومره كاس هذا مو سيء اكيد هاي اكيد اموال ولاعبين لكن هذا الموضوع على حساب البنى التحتيه لو خيرت بين البنى التحتيه وبين الانجاز ما اقدر لان انا من ابن بنى تحتيه ونتائج سلبيه ما راح ابقى بالنادي هنا المعادله اذا الموضوع ابن الغيري الجماهير ابن الغيري نعم يعني انت باكر انا رئيس هيئه اداريه كفلاح حسن وابن الملعب اجيب الفلوس ابني الملعب جهزت الملعب ونتائج سيئه اذا باكر الهيئه العامه والجمهور واللاعبين ما حد يريد انا اقول لهم بعد خمس سنوات تجون ثماري نعم ماكو خطط استراتيجيه او خطط اذا ممكن تطلع الاخرين فقط بالادارات حسب رايك اذا انا اقول لك اذا الكل شريك بالموضوع انا اقول لك الحكومه والدوله والهيئه العامه واللاعبين كل مشتركين بهذه السلبيات الكل مشتركين بس اكو تفاوت بالموضوع اكيد لكن العبء الاكبر يقع على عاتق الانديه الادارات مو الادارات قلت لك هاي المعادله هسه حضرتك رئيس نادي جماهيري ولا نعم. انت يمر به كابتن علاء كاظم نعم. الله يكون بعونه بهذا الموضوع انه ما متوفر اموال جمهور تريد نتائج نعم ما عنده اموال زين كابتن علاء شو يقدر يسوي؟ طلبة هذا الطلب النجف شوف النقمة الميناء شوف النقمة اللي احنا اخذنا نموذج يعني نعم. النجف نعم. النجف وعدوهم يعطوهم مبلغ من خلال المطار الان ضائقه ماليه عقود لاعبين الكابتن ناظم يعني الان الرجل استقال لانه ماكو مردود مادي بالنسبه له الان الهيئه الاداريه في وضع محرج اذا ما تحلت هذه المساله يبقى الجمهور غاضب والمره اخرى راح تستقيل الهيئه الاداريه زين الهيئه الاداريه اذا جبت الفلوس على البنى التحتيه تبقى ما تبقى في اراد لها قصد دراسه نعم في سبيل حل هذا الموضوع اكو تناقض بميزانيات الانديه اليوم نادي الشرطه مثلا ميزانيه كبيره تعادل ميزانيه كم نادي وكل هذا أثيرت بالضبط. هذه المشكلة مشكلة الكابتن رياض عبد العباس طبعا نعم وإياد بنيان والله مع الأسف يعني شوف احنا الأخوان اثنين رياضيين واثنين يعني قام قيمة فنية كبيرة الأخ رياض والكابتن إياد احنا يعز علينا تكون هذه المشاكل وتأثر على الفريق بشكل أو بآخر وشوفوا مع الأسف الإعلام دي يتناولها بشكل سلبي كثير من الإعلاميين دي يتناولها بشكل سلبي يكون بجانب الموضوع
الإعلام يجب أن يكون محايد. نعم. يعني ما ممكن أنا أثير ضد أياد كابتن أياد أو كابتن رياض، أنا كإعلامي أكون طرف ضد طرف آخر، وهنا المشكلة تكمن، هنا المشكلة بهذا الموضوع أنه ما يتناول الإعلام بشكل مو حيادي تكبر المشكلة. شنو قصدك؟ أكون حيازي من الإعلام بجانب هذا الشخص أو ذاك؟ أكو ناس معه وناس ضد. لا لا أكيد. نعم. لا أنا كلنا نعرف. بس إحنا اليوم مثلا جاء أطرح لك الموضوع، أكو ناس من طرحها الحيادية جاي يقول لك يعني رأيك بالموضوع، إحنا كل واحد عنده مستمسكات اللي يطرحها اليوم أمام. أنا يعز علي نادي الشرطة بهيش مرحلة، نادي الشرطة نادي فريق عريق، سبق أن مثلته، سبق أن دربته، أولمبية مصغرة كما يقال بالضبط. نادي الشرطة، فأنت يعز عليك أنه هكذا انشقاقكم بالفريق. العمل الإداري أحيانا أهم من العمل الفني، إذا ما تكون مستقر إداريا ومسترخي وتشتغل صعب تقدم شيء فني لفريقك. الآن الشرطة يمر بهذا الظرف، أتمنى أنه الأمور تصفى والأمور تكون طبيعية. رأيك الجمهور ويا من أكثر؟ من شق؟ لا صراحة لا لا من شق الجمهور، ما خفيك يعني. أقول لك ذاك اليوم الكابتن رياض، إذا تقول مع الكابتن أياد ضد رياض، لا أنا ما جاي أقول لك، جاي أقول لك مع من يعني ذاك اليوم كابتن رياض جاب هيئة عامة جدد الثقة بي من خلاله، جاب 300-400، كذلك كابتن اياد هم هي عامه وصار انتخابات كرابطه وجمهور وغيره مع من برايك ده مثل ما الاغلبيه الان مع كابتن اياد. نعم نعم، بس رياض هذا ما يمنع ان كابتن رياض عنده ناس ومؤيديه، وقلت لك صار قبل اعاده الثقه بيه رجل بقى. سؤال صريح، لو انت كنت مكان كابتن رياض عبد العباس شو تسوي؟ انا رياض حقيقه مصلحه النادي ولا أكيد. تستمر في مطالبتك برئاسة النادي؟ المشكلة كابتن رياض حسب مصلحة الفريق ممكن هو ينفذها، يعني هو من جاء مو جاي. نعم. يسيء للفريق. نعم أكيد عنده هدف وعنده خطط أنه من أجل رفع شأن الرياضة، وإلا وليش هو يعيد القضية ويقاتل؟ أكيد عنده رؤية غير رؤية. فإحنا نتمنى أنه الإخوان يعني مع جل الاحترام لكل الأطراف، يعني ناس محايدين يريد نادي الشرطة يكون على السكة الصح، لأنه الشرطة غنى أن نعرفه شنو بالنسبة للرياضة العراقية. إذا ما يكون توافق بيناتهم ما أعتقد يوصلون إلى حل، يعني القضاء يبقى قائم بيناتهم وتبقى المشاكل قائمة. أتمنى من الكابتن رياض والكابتن أياد أنه يكون فتح الوسط بيناتهم من أجل الآن وضع المال يشجعهم، بس أنا ما أخفيك سر، إذا بات وضع المال الدهور لربما الشرطة ما يكونوا على وضع الطبيعي. يعني شلون مثلاً؟ يعني بس إذا اتخذ قرار آخر ضد التوقف، يعني تعرف توقف الدعم المالي لنادي المالي الشرطة، أكيد كابتن أياد ما راح يقدر يقود بشكل صح من اليوم الجزء. الداخلية كمؤسسة راعية نادي الشرطة توقف الدعم برأيك؟ إذا أنا شفت إنه السيد وزير الداخلية واقف على الحياد، يعني قال لهم القضاء يأخذ مجراه. نعم. إنه رجل دولة تعرف إنه مو مع ضد الرجل. رجل أنا سمعت أكثر من تصريح سابق إنه مع القضاء، شق حكومة القضاء هو، بس الباحة كان متواجد مع الكابتن أياد وأعضاء الهيئة الإدارية، لربما ينتظر قرار قضائي بهذا الموضوع. ينتظر القرار القضائي هو الفيصل بالموضوع. رجل دولة تعرف ينفذ القرار أكيد. لكن اليوم قسم الجماهير الرياضية يقول لك هذا صراع صراحة على الأموال اليوم اللي جاي تصرف في نادي الشرطة. هو أنت ما تقدر. هذه الميزانية الضخمة الملياريه. أكيد هو ما أخفيك سر شيء جاذب، إنه سر نجاحك بميزانيتك، يعني باكر رياض إذا جتها الأموال وكون فريق جيد وأخذ دور أكيد يحسب له. يعني كابتن أياد أول ما جاء للنادي الشرطة كرئيس هيئة إدارية عمل فريق جيد، عنده أموال جيدة وقدر يأخذ الدوري وصارت له حضور عند الناس. نعم. نرجع لموضوع الاستثمار كابتن حتى ما نروح بعيد. برأيك من الأصلح لقيادة الأندية؟ الكفاءات، النجوم، ولا منه؟ شوف انت ما ممكن تاخذ شيء بالمطلق، انه تجيب رجل اعمال بعيد عن الفن هو يقود رياضه، او تجيب لك رياضي مميز يقود الرياضه. نعم يجب يكون هناك خليط، يعني اكيد عندنا كثير من النجوم الرياضيين عندهم فكر تجاري، فكر قيادي بهذا الموضوع. دليل مثلا عندنا الفراق مثلا الكابتن فلاح وكابتن علاء عدم توفر اموال ما اسعف بهذا الموضوع، ممكن ينجحون بهذا الموضوع. بس هي المشكله قلت لك احنا متفقين على المبدا انه الاموال هي السبب لاعاقه يعني الافكار. اليوم اللي يشاهد البرنامج يقول لك كابتن كريم صدام كثير يشيد بكابتن فلاح حسن. بالعكس هذا فخر، صراحه فخر انك هو يعني ثعلب الكره العراقيه ونجم نجوم الكره العراقيه، لكن اليوم انت جاي تشيد بادارته مو بالاداء. انا قريب عليه. نعم. قريب على الاداره، والدليل النتائج اللي يحصل عليها الفريق، لولا استقرار الاداري ما كانت نتائج فنيه. انا قلت لك العمل الإداري أهم من العمل الفني.
يعني شوف اللاعبين بالزهراء الكابتن ايو اديشو اي موضوع تحس فيهم مطمئنين على وضعهم المالي وضعهم الفني وضعهم الإداري. من تطمئن انت حتى مجال عملك اذا ما تكون مطمئن من الرؤوس ما تبدع. نعم صحيح. والدليل انه البارحة يعني رغم ما خسر يعني زهراء كان متخلفين بهدف بس انا واحد من الناس على يقين ممكن يسجل الفريق لانه يملك ادوات النجاح. كنت متوقع يعني هدف التعادل كانوا يقدمون زهراء وعندهم حماس والتبديلات خاصة التبديلات الأخيرة يعني كلف وأمير أثروا بشكل إيجابي على التبديل على نتيجة الفريق يعني قلبوا نتيجة المباراة وهم دائما يستخدمهم كابتن أيوب كورقة رابحة كان في المباراة يعني. هو شوف يعني بداية التعاقد مع الكابتن أيوب أنا قلت لك قريب يعني ما كانت قريب ساعة عند الالتزام بس قريب على الأخبار أنه انطوا حرية الاختيار يعني تعرف أي لاعب يستقطبه يجيبه محتاج بكذا مركز محتاج فهذا هذا 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 عمل اداري يعني يريد ينجحوك فهذا شيء طيب يحسب لهم يعني هذا قصد اكيد ادارات مضى عليها الكثير من السنوات دون ان تقدم لانديتها لا على التحديد ما نريد نحدد اليوم الادارات واضحه امام الجماهير الرياضي ايش تحب توجه لهم رساله كابتن مو انت شوف هم انت ايش اكو اسباب ماليه اكو اسباب اداريه اكو اسباب فنيه يعني اوقات مثلا الاداره ما تعرف تستقطب مثلا مدرب دائما تكون تحت ضغط الجمهور وتستقطبون المدربين الخاطئين يعني تقصد بالخطأ اي اكيد والدليل شوف شنو هاي الاداره اللي تستقطب لك والدليل شوف مدرب خاطئ يعني هسه المدربين اكو اداره ما بيها نجوم استهلكوا هواي مدربين يعني اكو ادارات ما تستقطب ولد النادي أكيد. يعني دائما يجيبون لاعبين او مدربين خارج وسط النادي اكو ناس يهتمون ببوليتهم اكو اسباب ماليه وهي الاهم يعني الامور الماليه هي اللي عاقت كثير من الادارات لربما ما خليتها تقدم شيء اللي تريده هي كاداره وقفت امامك عوائق كثيره يستمر يعني يروح بمكانه ينسحب يفتح المجال امام غيره حتى يجي واحد افضل من عنده هو هل يقدر يحل هذه المشكله واقفه امامه؟ هل انه مثلا صار له قد 8 سنوات 10 سنوات 12 سنه يبقى قراره هو يسال هو صاحب الشن هل متحمل شوف يبقى يعني لازم يقول اني نجم واستمر مو الضغوطات احيانا الانسان ما يتحملها يعني لربما انا عند اكثر من صديق قلت احيانا من 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 ترتعد عن الضغوطات الاداريه لربما ترتاح نفسيا نعم. بس تبقى محب للنادي اسال مثلا مو بالاداره قريب على الاداره بس قريب على الاداره دائما نتناقش بموضوع الفني موضوع الاداري موضوع الامور اللي تخص النادي احنا قريبين انا مو عضو اداره بس الحمد لله ان راي عندنا وجهه نظر من اخواننا لان يحسون بنا حريصين على النادي وريد نجاح اكثر من مره التقيت بيك في نادي الزهراء او كثير ترى من النجوم يعني عبد المجيد ناجي هشام محمد يجي عضو بالاداره في حينها صراحه ليش اقول لك احنا كثير من اخواننا الرياضيين يجون للنادي واغلبهم الان مدربين بالنادي لهم راي لهم وجهه نظر بالموضوع فانت احيانا القرب هاي الالفه الطيبه يعني البارحه مثلا زهراء كثير من اللاعب مثلا ابراهيم علي كثير من اللاعبين كانوا موجودين بالملعب يدعمون الفريق من مقصور هذا اكيد رساله انه الزهراء متماسك يعني هذا نكران الذات يعني او هذا ناديك يعني أكيد. انت اذا ما عندك شيء تحبه نعم. وتضحي من اجله وتحس انه هذا حبك بدون اجور بدون اجور اكيد هذا راح يكون لكن هذا عذري. ما يلغي الطموح عندك طموح يوما ما تكون على راس الهرم الاداري حاليا لا ما عندك شنو السبب؟ لا يعني الكابتن يعني ناجح وده يقدم نتائج ايجابيه يعني بالعكس الكابتن ما راح يستمر للدوم يا كابتن اقول لك انت ما تقول الفلاح راح يستمر للدوم على شو يعني اليوم يعني اليوم اكو كثير من النجوم يعني مثل احمد راضي حق مشروع ليث حسين حق مشروع وغيره يطالبون يقول لك احنا نريد نكون على راس الهرم الاداري حق مشروع شو معنى كريم صدام ما يفكر بهذا الموضوع؟ انا اذا متى ما تواضع لا متى ما حسيت شنو؟ متى ما حسيت الاداره غير جديره بهذا الموضوع اكيد من حق الطموح انه يكون اترأس يعني ما عندك هاي الامكانيه صراحه ليش ما عندهم امكانيه؟ شنو؟ بالعكس بس انت شوف احكي لك ترى العمل الاداري جدا مزعج ومتعب متعب جدا يعني توفر اموال قلت لك انا فتره الفترات كنت مع الكابتن فلاح كنا نراجع وزاره النقل والاموال كن على ثقه بها نوع من المذله ونوع من التعب والجهد العضلي والعصبي في سبيل توفر اموال رواتب للاعبين حتى يلعبون بالدوري، اللاعب ما يدري يعني اللاعب يجي العصر يتدرب ساعتين ثلاثه نهايه الموسم او نص الموسم ياخذ الجوله وخلاص ما يعرف من جت مصادره. الزهراء الوحيده اللي ما صارت عليها شكاوى بهالموضوع. واذا تاخرت راسا الاداره سيئه، اداره فاشله، جيبوا ودوا تعالوا. فبالعكس شوف النادي مفتوح لاحمد، مفتوح لليث، مفتوح لكل الناس، ما في يوم يعني ليث كان يجي النادي هو انقطع باخر فتره. نعم. كذلك الاخ احمد راضي يعني احمد يعني
صديقه أخوي أحمد دائما دا يقول رئيس النادي ترشح، بالعكس الناس ما لهم أي اعتراض على الموضوع، بس بقوا صندوق الانتخاب هو الفيصل أكيد. بس أنا أشوف رأيي الشخصي أنه النادي متى ما تعثر بالنتائج، متى ما تعثر بالبطولات، من حقنا إحنا كأولاد النادي نقول ينزاحون الإدارة حتى يجي ننافسهم ونحقق، بس طالما أكو نجاح وأكو دوري وأكو كاس وأكثر من دوري، ليش هالتنافس على الموضوع؟ ليش نتوحد ونكون كتلة في خدمة النادي من أجل مصلحة النادي؟ هذا قصدنا. احنا نشكرك على هذه الصراحة. الله يبارك فيك. الوقت كان جميل جدا، يعني حسنا بك ما شاء الله، نقاش جميل جدا وصريح جدا انت كابتن. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. سعيد جدا بلقائك. على أمل أن نلتقي بك في حلقات أخرى وتكون على رأس الهرم الإداري في أحد الأندية أو المنتخبات الوطنية أو فنيا. كابتن كريم صدام مدرب أيضا، كل يعرف كابتن كريم صدام مدرب وابتعد خلال هذه الفترة عن التدريب. هو ابتعد عن التدريب، مو احنا ابتعدنا عنه. يعني انت مستعد ان تتولى مهمة تدريبية ان شاء الله، او مستشار فني لاحد الاندية؟ والله بالتدريب شوف نفسك اكثر، يعني ممكن واحد ينطي اكثر، يعني اكثر من تجربة انا احس فيها اثرنا باللاعبين بالاندية. نجحت خاصة، والله النجاح يحس بالاخرين يعني، بس انا احس انه عمل فني احس فيه اقرب من نفسي، خاصة ان اشتغلتوا انت واحمد راضي وشاكر محمود. اي حققنا نتائج طيبة، انا قبل فترة يعني حققت على نادي الشباب واستقاليت من نادي الشباب العمل الاداري، لان حسيت العمل الاداري يعني ما يعطيك حرية التصرف بالتعامل. اذا انت تطمح في العمل التدريبي، العمل الفني افضل احس فيه يعني. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. بالتأكيد أحبة المشاهدين وصلنا معكم إلى الختام، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات أسرة البرنامج بالكامل، إلى اللقاء في حلقات قادمة، دمتم وفي رعاية الله وحفظه.